باسم الآب والآب والروح القدس الإله الواحد آمين. شريط معجزة السيدة العذراء اللي أجرتها في بورسعيد يوم 20 فبراير سنة 1990 وشفائها للسيدة سامية يوسف باسيليوس. المعجزة اللي مش بس كانت مجرد معجزة شفاء، لكن هي معجزة توبة أكتر بكتير. كنت بعيد عن الكنيسة خالص وعندي 40 سنة وما عرفتش، يعني ما رحتش الكنيسة غير من سنتين بس، واللي وداني الكنيسة كان ليا بنت دايما بتروح الكنيسة اسمها بنت، وبعدين كان دايما تقول لي ماما تعالي روحي الكنيسة، فأنا كنت برفض إن أنا أسمع كلامها، وكانت دايما تصوم وتقول لي صومي يا ماما، كنتش أنا أسمع كلامها. وكنت دايما اضربها، كنتش عايزاها تحكي لي عن الكنيسه ولا عن الصوم ولا عن الصلاه، لاني ما كانش عندي استعداد ان انا اسمعه. فجيه في مره عندنا ابونا بولا، فانا رفضت اقابله، وقعدت تعيط وتقول يا ماما ابونا بره ولازم تقابليه وهيكلمك عن الكنيسه وتقعدي معاه مره، فكنت اقول لها لا قولي له ان انا مش موجوده بدل ما اضربك. فطبعا انا كنت وانا واقفه في المحل كنت بشوف ناس كتير بتيجي من الكنيسه، فلاقيهم بيتكلموا على بعض والاقيهم يقولوا لبعض احنا متناولين ودي فلانه بتعمل ودي كانت لابسه كذا ودي كانت بتتكلم. فانا يعني قلت طيب اذا كانوا اللي جوه الكنيسه بيتكلموا كده انا ليه اروح الكنيسه؟ ما بقتش يعني ميالا مروح الكنيسة لاني كنت اللي بشوفه، لان كانوا بيجوا يشتروا مني حاجات وبسمعهم كده. فعشان كده كنت بضرب بنتي واقول لها لا الكنيسة بتروحي تعملي فيها ايه، دول بيتكلموا على بعض وكده. فقال لي ما حكيت له بقى، فقال لي طيب تعالي جربي مرة واحدة وكده. كانت بنتي جات من الدرس فقالت لي يلا يا ماما معلش ونجرب تاني معايا يوم الجمعة. فانا قلت لها طب انا اجي، انا قلت لها انا اجي ازاي ما اعرفش ليه، انا قلت طب انا اجي معاكي. واخدت بعضي ورحت. طبعا انا رحت معاها، فهو ابونا كان في بيعمل القداس بقى، طبعا ما كان برضو في البيت، قعد كلمني كتير عن المسيح وعن الكنيسة وعن معرفة ربنا. فقلت له طب هاجي. فلما رحت بقى يوم الجمعة انا وبنتي، فلقيته في القداس بيتكلم عن التوبة، فقعدت أستمع، لقيت نفسي إن أنا قاعدة يعني مرتاحة إن أنا بسمع الكلام. امتازت بصفة جميلة جدا جدا بتاعتها، لأنها في يوم من الأيام قالت لي يا أبونا نفسي أتناول بقى. قلت لها عايزة تتناولي فعلا؟ قالت لي آه. قلت لها طب خلاص قبل ما يتناول بيعترفوا. قالت لي ايه الاعتراف؟ قلت لها الاعتراف ان الانسان
بيتوب الأول عن الخطايا اللي بيعملها، وبعد ما بيتوب بيعترف بها ويقر بها قدام أبونا. وحكت لها قصة موسى الأسود، إزاي أن الأنبا موسى الأسود هو قاعد بيعترف، ربنا كشف عن القديس إسزورس، وكان ملاك الله كل خطية بيعترف بها الأنبا موسى ربنا بيمسحها من حياته خالص، إلى أن صارت حياة موسى الأسود صفحة بيضاء لا يوجد فيها أي خطية. اطمنت إن ربنا هيسامحها وإن ربنا هيغفر لها لو تابت توبة حقيقية، وفعلا ابتدت تعترف اعتراف صادق من كل قلبها بدموع غزيرة جدا 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 لم أرى مثلها في حياتي. كل يوم كل فترة تيجي تفتكر حاجة تيجي تقول لي يا ابونا عايز اعترف، اقولها قولي تقول وتعترف تاني. وبعدين لقيتها انها تقريبا خلصت كل اعترافاتها، قلت لها تحب تتناول؟ قالت لي اه نفسي بقى اتناول. عرفتها ايه هو التناول؟ انها بتتناول جسد رب ودمه، وان بتمحى كل الخطايا بتاعتها اللي عملتها. فامتازت بصفة جميلة جدا جدا، صفة الطاعة المتناهية، وصفة أيضا أخرى هو إيمان كبير جدا نادر أن يكون موجود في ناس كتير. اتقدمت للتناول كان تقريبا قداس يوم خميس، وطول ما واقفة في هيكل السيدات عمالة تبكي بدموع غزيرة جدا. فرح مالي قلبها، لأول مرة في حياتها تشعر أنها تتقدم للتناول وقلبها نقي صافي. وبعدين نولتها الجسد، وبعد ما نولتها الجسد ابتديت اناولها الدم. دموع مش عايزه تقف ابدا، بصفه مستمره غزيره، وانا بناولها الدم كل شويه اقرب منها الاقي دموعها بتنزل، ابعد شويه اقرب منها دموع ما بتقفش ابدا. وحد انا جيت اناولها الدم لقيت دموعها راحت نازله في قلب الكاس، جسمي جات له اشعريره جامده جدا تهزيت. اول مره في حياتي قابلنا منظر زي كده، لكن شعرت كده داخلي باطمئنان كبير ان ممكن يكون ربنا قبل توبة هذه الانسانة. اصبح دلوقتي بقيت حابة الكنيسة قوي، وحابة اروح الكنيسة، حابة اقابل سيدنا، وكان سيدنا يبقى فرحان قوي لما يشوفني واروح اقول له سيدنا. كنت ايه دايما عندي ان انا يعني عايزة ان ربنا يغفر لي، عايزة اشوفه اي حاجة احس فيها ان ربنا غفر لي، ان ربنا قبلني. فكنت دايما اقول له سيدنا انا كان نفسي في حاجة يعني ان ربنا يغفرني. فجيت فترة بقى انا حسيت بتعب، رحت الكنيسة، بقيت في الكنيسة بقى يجيلي دور كدوت ان انا بطرش دم. And then she began to feel three kind of diseases attacking her, one after the other. The first one, that because she was smoking heavily during her early life, her lungs began to have some kind of bleeding through her mouth, and the doctor found that she is going to have cancer in her lungs. The second disease that she found that there is some kind of tumor into her left breast, and it was extended somewhere in her body. She prepared herself for traveling the second day to Cairo, where the doctor was going to make the operation for her. So she preferred to spend the night in Port Said to be very close to the bus station. And accordingly, she asked the priest, "Can I stay the night in your house, Abuna?" She said, "Yes, you are welcome." وبعد روحنا مرات السيدنا، فطلع إزازة زيت، رشمني بالزيت وصلالي وقال لي أنا طمني يا سامية أنا هنزل. وقلت له سيدنا مش هشوفك، قال لي لا يا سامية إزاي، أنا هجيلك هناك المستشفى صدقيني، هاخد العلوان من أبونا وهجيلك هتلاقيني عندي.
واستني هلبسك حاجة انت بتحبي العذراء، فانا هلبسك السلسلة دي اهي، انا ما بلحش خالص اهي السلسلة دي الاولى دي اللي مدهاني سيدنا، وانا ما بلحش من صدري خالص، دي فيها العذراء كده وهي شايلة المسيح وكده العذراء كده لوحدها. وكانت دايما تقول لي من وقت لوقت يا ابونا هو مش في معجزات؟ اقول لها طبعا في معجزات، الغير مستطاع لدى الناس مستطاع عند الله. قالت لي خلاص انا عندي ايمان ان ربنا يعمل معايا معجزه. قلت لها خلاص ربنا يديك حسب ايمانك، بس عايز اقول لك على حاجه، ان ربنا خلق الطب، وما دام ربنا خلق الطب واوجد الطب لازم ان احنا كمان نستعمل الطب. انا وانا قاعده كده عند ابونا شميت ريحة بخور جامدة، فقلت لها ريحة بخور انا شم ريحة بخور. Then she entered her room and began to sleep. At 1:30, after midnight, the priest and his wife heard like someone is suffering from pain. I feel. And then the priest told his wife, go and see what's going on with Samia. She went and put the lights on, and immediately she saw that the bed cover is taking off, and the clothes was covered with a big spot of blood. Big spot of blood. You could see it in the pages you have in the picture. The blood was filling her clothes. When he waked up in the morning at 6:30, before he left the house, he heard someone calling him Abuna, Abuna, and he knew that this is the sound voice of Samia. He went to her and said, yes, Samia, what do you want? Then she began to speak to him while her eyes were closed. Then she said, she's here, Abuna. He said, who? She said, Virgin Mary. He said, where? She was lying in the bed, sleeping. Her eyes were closed and mounted her finger to the window. She said, here, Abuna. And then Abuna looked to the window. He saw nothing. And then he went and called his wife, waked her up. He said, come on. There must be something going on in this room. A big spot of blood. The bed cover is taken off. The lady speaks where she's closing her eyes. She says about Virgin Mary, her appearance. She's here. And they waited a few minutes until such time Samia opened her eyes. And then she spoke with great joy into her heart, saying, Abuna, Virgin Mary have done the miracle for me. Virgin Mary have done the miracle for me. I'm not going to make the operation again in Cairo. أنا نمت. بعدين بصيت لقيت أما نمت بقى بعد ما صلينا لقيت العذراء جت ست العذراء جاية جميلة ما أقدرش أوصفها بالجمال اللي هي فيه جميلة قوي قوي. ولونها زي اللمبة النايلون وجميلة جميلة بطريقة مش معقولة وعينيها دي زرقة خالص خالص خالص. وبعدين قالت لي ايه قومي انا هعمل لك العملية. قلت لها لا انتوا هتقطعوا لي صدري. قالت لي ما تخافيش انا اللي هعملها. الست العذراء كانت لابسة لبني كان ابيض كده فاتح وفي زي الروب اللي زي بالظبط اللبس بتاعها كان زي الصورة اللي هي بتظهر في الزهور دي اللبس بتاعها بس الطرحة كانت لبني والطرحة مش جاية ما كانش فيه شعر باين ليها كانت الطرحة عاملة زي رهبة كده كانت الطرحة عاملة زي واحدة رهبة. And the dress was clear white and a glow of light coming out of her. She expressed, it's like, looks like the neon lamp.
And then she said that Virgin Mary told her, I'm coming to make the operation for you, Samia. Don't be afraid. مشينا كده في حتة فيها جنينة كبيرة قوي, جنينة حلوة قوي كبيرة. وبعدين دخلت وإحنا ماشيين كده فلقينا زي كنيسة. قبل ما نخش الحتة اللي فيها الجنينة دي زي كنيسة كده, فقاعد فيها رجل كبير كده. هي كان معها الست الكبيرة كمان اللي أنا شفتها دي. وبعدين كان خدت بعضي لما لقيت الرجل الكبير ده, فبقول لها خديني معا خدوني معاكم. فمشي معهم. أنا دخل مشينا بقى في الجنينة دي, وهي مش ماشيين على رجليهم, مفيش في أرض ماشيين عليه, ماشيين زي على دخان كده, يعني رجليهم على زي على دخان كده. وبعدين لما دخلنا في حتة تبص تلاقي فيها بيبان, إنما وهي داخلة بتخش كده يعني بتخش على البيبان كده على طول, ما بتتفتحش البيبان. ودخلنا لقيت أوضة متبطنة جميلة قوي 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 قوي, بالستان جميلة جميلة, يعني مش قادرة أوصفها, شكل جميلة قوي. ولقيت سرير جميل قوي, فنيموني على السرير دوت. وبعدين قلت لها أنا خايفة, قالت لي ما تخافيش. فلقيت في قديس أبانوب الصغير ده نزل كده من كده نزل كده, لقيت واقف جنبها ولي جناحين. وبعدين انا نمت على السرير, فحط ايدي كده وايد كده, ففردنها لي كده زي كده بالظبط كده كده. وبعدين لقيت الكبير ده انا مش عارفاه ماسك ايد, والست الكبيره دي ماسكه ايد. فانا لقيت الصغير بيديها حاجات بس انا مش عارفه ايه هي. وبعدين لقيت في حرقان وفي وجع جامد وحرقان, فانا مع الوجع والحرقان فروحت شد ايدي ومسكة صدري. فحتى الصبح لقينا دم في ايدي كتير. وبعدين هي بصت قوي كده, السبب ان انا شفت عينيها قوي لما فتحت عينيها قوي كده, فلقيتهم مسكوني قوي. اما مسكوني قوي فانا بعيط جامد, فلقيت الكبير ده شد خد ايدي اللي هو كان ماسكها وقعد يطبطب عليا كده, يعني مسك ايدي وقعد يطبطب عليا كده. فما طبطب عليا كده فبقول لها ده مين؟ فقالت لي ده حارس الكنيسة بتاعتكم, واحنا كنيستنا كانت كنيستنا الأنبا بشوي. فقالت لي ده حارس الكنيسة بتاعتكم. وبعدين لما يعني خلاص بصيت لقيتهم كلهم, انا ما لقيتهمش قدامي, راحوا فين انا ما اعرفش, شوف ما شفتهمش قدامي, ما كانش فيه غير هي بس. وبعدين بقول لها, قالت لي الحاجه دي جيبيها وتجي لي الزيتون, جيبي الحاجه دي وتوديها الزيتون. She took all the tumor out of her breast and she, Virgin Mary, healed her completely from all what she had, from all what she was suffering. She left a mark on the pressure tape who was around her chest. Virgin Mary marked the tape, all of it, with the blood, crosses, crosses, crosses of blood. All the tape, it's about 3 yards long, and was all full of crosses from the blood of Samia herself. And she took the tumor out and put it on her body and wrapped the pressure tape again with the blood crosses filling that tape. A few days later, many articles in the papers, newspapers, began to speak different way, different tone against the miracle. Not in favor of the miracle. They said this is false, this is not true, and they have written the speeches from some of the doctors who say, I have done the operation to that lady, how come she said that he had a miracle to her?
and this doctor never saw me, Samia. So things like that was really putting the people in confusion, what was going on. And at that time, Virgin Mary appeared to her and told her, I'm very angry of what happened, and I will give you another thing that nobody will say anything about it. It will be so clear to the people that God has accepted you and has accepted your repentance. She was attending the women's meeting in the church, and once they began to make the doxology, a holy oil came out of her hands by miracle immediately, filled her hands and began to drop on the floor. The people were shouting, about 25 persons, and we began to clean all her hands, and I have seen with my eyes, once we began to make the doxology, the oil coming out from every place in her hands by miracle. I have seen that. So we brought some kind of dry cotton to take all the oil, and we put it in a small bottle, and we even saw in the bottle some kind of perfumes residing in the bottom of the bottle. They looked like red brown perfumes. I called His Holiness Pope Shenouda, and he asked Bishop Bishoy to come over and see. He came in, and we went to the room where she had the operation, the miracle done to her, and we cleaned also her hands, and we have seen the same thing again. Beside that, the picture of Virgin Mary, who was hanged to the wall, was full of oil from outside the glass of the picture. We accordingly have seen the oil ourselves. We told His Holiness, and Virgin Mary appeared to the lady and asked her that this oil should be mixed with another blessed oil from the church and be distributed to the whole people to be a blessed oil to all the people. Put a piece of cotton in a plastic bag and distribute it to the people. Virgin Mary told her that that lady who appeared to her was Saint Elizabeth, the mother of John the Baptist, whom she saw also standing next to her. And she asked her to devote her life to the Lord. After having that oil, she can't live anymore in the daily life of the world. We took her to His Holiness Pope Shenouda, and I explained to him all what happened. She is now a deaconess, and the oil still comes out of her hands up to this moment. That's why the story is not finished yet. We could only reach to this point and stop waiting for what will happen in the future. We feel that that oil is a blessed oil because it has done more than one miracle in Egypt before I come, and it has done 3 miracles so far in the United States before I come to you. One in Los Angeles, one in New Jersey, one in Cleveland. This is a blessing from heaven to us, that we should not only deal with a material way of life. We are protected and guided by the saints. They are with us, they are abiding into our life, they are willing to help us to live and survive in a spiritual way. تيجون ننفئون ننفسون في أمان ليك القوة والمجد والبركة والعزة. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. لو كان الصليب علامة ضعف ما افتخرنا به. لو كان الصليب علامة ضعف ما علقناه في كنائسنا ولا فوق مناراتنا وما وضعناه على صدورنا وما رشمناه على أيدينا.
وما اتخذناه شعارا لنا في كل مناسبة. الصليب عندنا علامة قوة. بتغفر الخطايا كلها، والإنسان بيأخذ حياة جديدة مع ربنا، لأن ربنا بيقول أمحوها ولا أعود أذكرها، أمحوها ولا أعود أذكرها، ودي وردت أكثر من مرة في سفر إرميا. وبرضو قال توبة للذين غفرت خطاياهم ومحيا آثامهم، يمحوها، يمحوها يعني يمسحها كده، ما يعملوهاش تاني. هو ما يعملهاش في التوبة يعني ما يعملهاش تاني، لكن بالتوبة ربنا بيمحي الخطية، بيغسلها، بيقول اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، في بياض أكثر من الثلج، فهو بيقول اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. ففي الخطية في سر التوبة الإنسان بيتغسل من خطاياه، وربنا بينسى هذه الخطايا ويمحوها ولا يعود يذكر، يعني لا تذكر لي خطأ.